نروح بقى لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. الأهلي ينهي أزمة شباب والمعارين لزيسكوف التشيكي. غزل المحلة يوقع بروتوكولا مع نادي بولندي لتطوير قطاع الناشئين والبراعم. المدربون البولنديين يبدأون خطة تطوير قطاع الناشئين بغزل المحلة. انطلاق فترة الإعداد لقطاع الناشئين بنادي زد. قطاع الناشئين والبراعم للكرة باتحاد الشرطة يستعد للموسم الجديد. تشكيل قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي موسم 2021-2022. واحنا بنتكلم على الاخبار النهارده عايز اقف عند خبر مهم جدا، خبر يعني بنشوف نادي كبير زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري، نادي عنده جماهيريه كبيره وعنده شعبيه كبيره، نادي غزل المحله. غزل المحله بيخطو على خطى النادي الاهلي في قطاع الناشئين. بالنادي الاهلي النهارده واحنا عندنا مدير فني اجنبي، غزل المحله بدا ينتاج هذا النهج. النهارده بنشوف بيستعين بمدربين من بولندا، بدأوا بالفعل راحوا يعينوا هناك، يشوفوا الملاعب، يشوفوا أدوات التدريب. المحلة بدأ يتحط على الطريق الصحيح. النهاردة المحلة اللي كنا بنشوف فيها عمر عبد الله وبنشوف فيها عماشة وعبد الدايم وغيرهم وغيرهم من النجوم الكبار والسياجي كمان، نجوم كبار جم في تاريخ المحلة. النهاردة المحلة اللي كان في يوم من الأيام بطل الدوري وكان بينافس بطولة أفريقيا للمباراة النهائية، النهاردة بدأ المسؤولين في المحلة يحطوا قطاع الناشئين على الطريق الصحيح. وده من هنا بناشد كل قطاع ناشئين في مصر، لو عايز تشتغل صح، لو عايز تبعد عن الارقام اللي احنا بنشوفها في لغه الكوره دي دلوقتي وتقدر يبقى عندك فريق قوي من فريق الاول، لازم تستعين بقطاع الناشئين. هتستعين ازاي وانت عندك القطاع مش متاسس صح؟ النهارده غزل المحله بنقول لهم كل التحيه في الخطوه دي، ربنا يوفق ان شاء الله ونشوف المحلة ترجع لمجدها تاني زي ما شفناه في الستينات والسبعينات.